مثل كلمة ومثل خير. أجمل ثورة عملتها البشرية هي ثورة الكلمة، وهالثورة بلشت مع يسوع الكلمة، والكلمة صار جسداً وحل بيننا. ثورة الكلمة عصفت بنفوس صيادي سمك، وابتدت ثورتهم عشط بحر الجليل بصيدا بصور، وعصفت بقلوب رجالات الكنيسة، خضت عقول شبيبة الألفية الأولى والتانية والتالتة. وأكبر ثورة كانت ثورة الكلمة اللي أطلقت ثورة بالمطابع، ثورة بالإبداع، بمجالات الرسم، بالنحت، بالزجاجيات، بالموسيقى، بالصوت والكاتدرائيات. وبتعرفوا هيدي الثورة ألهمت كتار. هالكلمة الثوروية قدرت تخلقنا، وبدي أقول يا ريت يا هالكلمة بتخلقينا من جديد، يا هالكلمة يا ريت بتلهمينا وبتودينا لعند الناطرين. جيل الإنجيل، الله معكن، أنتو ثروة هالوطن، كونوا ثورة ما بتهمد ولا بتكل. وأوعى تنسوا كلمة البابا فرانسيس وصرخته التاريخية لإلنا اللي قال فيها بدي إياكم تثوروا على ثقافة الموت وتتزينوا بالشجاعة وتاخدوا قرارات نهائية. وعى أمل أنه تبلش ثورة التغيير بلبنان وتهمد برامج التجريح وتتزين قلوب شبابنا بالشجاعة والجرأة، ويصيروا حكامنا راشدين بحكموا ضميرهم طيوقفوا الهريان والنشل والحربقة والرياء والخبثنة والهوبرة على شاشات التلفزيونات. ويا ريت كمان بياخدوا بريك تيرتاح البلد ويرتاح المواطن وياخدوا نفس، لأنه ريحة النفايات وريحة الصفقات وريحة التسويات رح تعمل طوفان. بتعرفوا شو؟ ما في ولا غنية ممكن تقول كل اللي عم بصير، بس على القليلة ممكن تخبر الغنية شي. خلونا نسمع نشيد الثورة من كلمات الشاعر جوزيف الشرطوني وألحان سائر سموه أهله جوزيف، بس يومتها ما عرفوا أنه رح يكون أبونا سائر وثورته ما رح تهمد لآخر نبض بعروقه. منسمع سوا ومنبلش برنامجنا. فرقنا الإيدين وتقسمنا اتنين، فرقنا الإيدين وتقسمنا اتنين، صار الشعب مفرق حاله والوطن قسمين، صار الشعب مفرق حاله والوطن قسمين. لازم تحمي بلادك متلأ متل ولادك، لازم تحمي بلادك متلأ متل ولادك. اللي بيحب بلاده بيحميها برموش العينين، اللي بيحب بلاده بيحميها برموش العينين. ومتحرك يا لبناني قدش صرك عم تعاني، عمرك مالو معنى، عمرك مالو معنى، في زلة ميمة جمعتنا وما قدرنا نوحد كلمتنا. شو يلي بيجمعنا؟ شو يلي بيجمعنا؟ ومتحرك يا عمرك ماله معنى، في زلة ميمة جمعتنا وما قدرنا نوحد كلمتنا. شو يلي بيجمعنا؟ هيك منبقى تنين، هيك منبقى تنين، هي هي هيك منبقى تنين، هي هي هيك منبقى تنين. العينين اللي بيحب بلاده بيحميها برموش العينين. غدر الظلم العدل الغايب، الكسب القهر الرزق السايب، عن الله عيونا الاستسلام العم ياكلنا، والكلمة اللي قلنا مش قلنا هدفني باعونا. غدر الظلم العدل الغايب، كسب القهر عن الله عيونا، الاستسلام العم ياكلنا، والكلمة اللي قلنا مش قلنا عغفلي بعونا، عغفلي بعونا، قصمونا بقصمونا.
بيحب بلاده بيحميها برموش العينين، اللي بيحب بلاده بيحميها برموش العينين. الظلم بيكفي الكبير بيبقى بندفي والثورة قضية، ما قدرنا ايدينا نرفع من السل الاكلنا نطلع بتموت الحرية، بتموت الحرية. ثورة علينا دين، ثورة علينا دين، ثورة 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 ثورة. بيحميها برموش العينين، بيحب بلاده بيحميها برموش العينين. قوموا قوموا ثورة. الغدر الظلم العدل الغايب الكذب القهر الرزق السايب عن الله عميونا الاستزلام اللي عم ياكلنا والكلمة اللي قلنا مش قلنا عغفلي باعونا وقسمونا اتنين اللي بحب بلاده بيحميها برموش العينين. من له أذنان سامعتان فليسمع. والله معكن. الله معك مسار. ببداية حلقتنا جيل الإنجيل كلمة ترحيب خاصة فيك. الله معك أبونا. واليوم بدك تعيشي معنا شوي جو الثورة مش هيك؟ الله راد. ايه؟ بس ما بتقومي من مطرحي. ثورة على القاعد. ثورة من جوا بالكلمة قلت لنا مش هيك؟ صحيح. أهلا وسهلا فيك أستاذ غسان محفوظ. أهلا وسهلا فيك. بتصور مثل ما سمعت منك أنه التام تبع الحلقة الثورة، ويمكن ما بعرف شو رح يصير بلوحتك كمان. بركي الثورة الروحية بتكون الليلة من خلال الكلمة. مش غلط. يلا خليكم. أهلا وسهلا فيك غسان محفوظ. بدي رحب كمان بالباند. بدي أقول مساء الخير لي أسمر على العود، باتريك غاريوس بيانيست، رنا عبيد فلوتيست فلوت ترافيرسيير، وسيمون نادر بيركاشن. أهلا وسهلا فيكم. ضيوفنا للسهرة رح يكونوا ضيوف مميزين، وبعرف تماما أنه هالضيوف أول شيء حابين يكونوا معنا بالرغم من أنه عم شوف على وجههم هيك القلق التردد. بدي مسيكم. الله معكم. الله معك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. ميرسي. شو بك يا نوال؟ لا أنا الحمد لله مرتاحة. خبرني غسان أنه عاملين وي بلانش مبارح. لا لا مرتاحة وضعها. نحن صلنا كذا سنة فريق الممثلين فريق الكلمة. حبيتوا تنقوا في اسم الكلمة. نوال كامل أستاذ غسان إصطفين. أهلا وسهلا فيك. يعني بتصور رح يدعموك الصبايا وما تحت الهم ابدا ابدا. رندا حشمي كمان اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. مستعده رندا؟ كثير. فريقكم خصم قوي. اوكي ما بهمنا ابونا نحن. ما بهمكم. هي دارسين الانجيل من جلد لجلد. دمازال سحر اصلا هددتنا. في تهديد ووعيد. بنرحب بالفريق الثاني. شادي معلوف اهلا وسهلا فيك، مدير برامج صوت لبنان 93.3. شادي في شيء ثاني كمان بتعمله غير اداره البرامج؟ معد ومقدم برامج وقراءه اخبار. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بدي كمان رحب بزميلي سحر صغيب. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك ابونا. صوت لبنان والاو تي في. صوت لبنان واو تي في. اهلا وسهلا فيك. نص القلب. نص اليمين ونص الشمال. نص اليمين قلتي ونص الشمال؟ لا نص نص بالنون مش بالله بالنون. نص اليمين. نص اليمين ونص الشمال. اليمين. وبدي اقول مرحبا كثير كبيره لميلاد، ميلاد حتشيت اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك عن التعريف ميلاد. شكرا. كمان صوت لبنان اهلا وسهلا فيكم. مستعدين للعاصفه؟ اكيد. متكلين على السحر. ليالك سحر. اذا اعتزنا حدا نوال غسان كمان ونوال كمان بالاذاعه فاذا اعتزنا متكلين على السحر.
اهلا وسهلا فيكم. نحن بعدنا بسفر التكوين. ايه هي بسفر التكوين مقدمة صغيرة اسمعوها هيك بركي بتسهلكم حياتكم. تفضل. احنا كنا قلنا من المرة الماضية بلشنا بأول قسم من سفر التكوين، حكينا عن الخلق. من النص الثاني لسفر التكوين عم نشوف كيف انه من بعد الخلق صار في خطايا أكبر من انه الأرض تحتملها وأكثر من انه العيلة تحتملها. نعم. صرنا عم نشوف انه قايين قتل خيو، بعدين شفنا انه كيف الطوفان قامت القيامة، بعدين شفنا كيف انه الاخوة بطلوا عم بيطيقوا بعضهم، عيسو علي هو ويعقوب، ولاد يعقوب 12 واحد باعوا خيون الى اخره. مثل كأنه واحد عم بيقول بهالكتاب، عم بيقول من وين جاي هالمصايب، شو قصة هالموت، شو قصة الألم، ليش الرجال هالقد بينجذب للمرأة والمرأة بتنجذب للرجال، شوي بتقوم لقيامة بيناتهم، ليه بيطلعوا من نفس البطن وبيعلقوا الأولاد بين بعضهم، وين المشكلة؟ وبيحاول هالكتاب يقلنا أنه لما نقلكن ربنا هيدي الشجرة مسمومة إذا أكلتوا منها بتموتوا، ما صدقتوا، قلتوا الله كذاب، قالت لهم الحية رمزياً، الله كذاب نحن منعرف أكثر منه، أكلتوا من السم وتسممت حياتكم، بس ربنا ما رح يترككم، رح يضل كل يومين ثلاثة يبعث لكم حدا يقلكم انتبهوا هاي في جورة ما توقعوا فيها. عم بخبرنا بسفر التكوين كيف نتفة ورا نتفة ربنا عم بيختار أشخاص يقلن رغم خطيتكم ورغم مصايبكم طلوا معي منعمل عهد سوا والحياة إن الله راد بتصير للأفضل. هيدا سفر التكوين. شكرا مسار. رغم خطيتهم بتصور ربنا رح ينقذهم، شو رأيك؟ خطيتنا كبيرة الليلة يا أبو بس اتكلي على الله، اتكلي على الله والروح القدس مبدئيا ماشي الحال. هيك سمعت منكم تحت الهواء انه نحن نقولنا مربع اذا بتسمحوا العهد القديم. نحن بسفر التكوين تفضلوا. خلونا نشوف التابلو قدامكم اذا بتسمحوا ونقولنا مربع تفضلوا. رح ننقي رحيل. رحيل، سؤال رحيل. رحيل زوجة يعقوب أعطت الحياة لولدين، زوجة يعقوب، فإذا رحيل المحبوبة على قلبه ليعقوب عطيت ولدين، من إن هالولدين؟ تعرف يوسف وبنيامين. أوه برافو. بدنا ننتبه. قلت لك برافو. برافو نوال. برافو. ما مضيتها نوال. يوسف أبونا يوسف وبنيامين عم بتقولوا كمان بالتدرج. الكبير يوسف وبنيامين. برافو. فإذا رحيل زوجة يعقوب أعطت الحياة لولدين يوسف وإبراهيم. برافو. وبنيامين. سؤال ثاني تفضلوا. نقولنا مربع إذا بتسمحوا. أول 10 علامات أطفوها فريق الكلمة. تفضلوا. صحن. 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 أها. يلا مسار صحن. هلا بنشوف شو بيطلع لهم. من باع بكوريته بصحن عدس؟ حدا بسفر التكوين ذكر اسمه باع بكوريته، هو البكر باع بصحن عدس او بطبخة عدس. عيسو. 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 عيسو حبيت. برافو عيسو. ايوه. برافو سحر. برافو سحر. مسار معلش خلي الناس هيك بكلمتين وجيزتين، شو يعني باع بكوريته بطبخة عدس؟ نحن بنعرف كنت قلت أنا بالمقدمة إنه بنحكي رموز. هي نعم. إسحاق كان عنده ولدين يعقوب وعيسو، هودي توم. صحيح. عيسو هو الكبير، يعقوب هو خيو الأصغر، وبيقولوا لنا لما خلق لقيت خيو بيعاقبه، يعني مثل صحيح. كأنه عم بشد فيه حتى هو ياخذ محله. المهم إنه عيسو من هو وصغير، عيسو ما كان يمشي بحسب العادات والتقاليد ولا بحسب الإيمان الموروث، عايش على راسه، ما كان يمشي بحسب العهد بطريقة إنه رغم يعقوب كان كتير خاطئ، يعني كان محتال. يعقوب اسمه محتال، كان محتال، يحتال على خيه واحتال على أمه واحتال على الكل، ولكن كان إنسان على القليلة يحترم العهد. بعدين منشوف شو عمل. بينما عيسو لا، قال له شو بدي بهالبكورية وما بدي العهد وما بدي أن يكون أنا مسؤول على الإيمان، عبيلي بطني وما بقى بدي شيء، عمل لي طبخة مجدرة بتكفيني لأني تعبان.
مثل كأنه واحد زت إيمانه لبطنه. مشكلة كبيرة. فإذا عيسو برافو. رح نرجع لعندكم فريق الكلمة، نقولنا إذا بتسمحوا مربع. مربع. تانكيو مسار. يعقوب. يعقوب. سؤال يعقوب، ماذا صنع يعقوب لابنه يوسف ليعبر له عن حبه الشديد؟ شو عمل يعقوب لابنه يوسف اللي حكيتي عنه قبل شوي تيعبر له عن انه عن جد بحبه؟ تفضل. خيط له قميص جديد من صوف ملون. اوهو السؤال مش هيدا، شو كانوا الالوان تبع القميص؟ لا هيدا بدنا نسعره شوي لعند الميلاد تياخذ نفس. خيط له قميص ملون. برافو برافو. هيدي يعني كانوا الاغنياء يلبسوها القميص الملون، ما كانت درجه بمجتمعهم. وقت شافوا اخوته انه هيدا القميص انعطى ليوسف مش للابن الاكبر ولا يعني لحدا غيره، صار في شيء بسموه غيري وحسد، وعرفوا انه هيدا الزلمه لازم يكون عن جد اتاكت. هيدا شوف شباب، هو ابن الحبيبي على كل حال. صوت لبنان تفضل. يا صوت لبنان والاو تي في اذا بتريد، والاو تي في يا ابونا والاو تي في ولو نعم. هيدا نشوف. قول قول لمن قال يعقوب، لمين قال يعقوب لا اتركك حتى تباركني؟ مش رح اتركك تتباركني. لمين قال يعقوب ما رح اتركك تتباركني؟ وكان في شيء عم بيصير قال له ما بتركك تتباركني. ايه بفتكر عند رجل من عند الله كان جاي لعنده، صح؟ رجل من عند الله بيقول هيك الكتاب، لرجل من عند الله او لرجل من. برافو صح؟ برافو. شو كان عم بيعمل هو اياه؟ درسنا، كانوا عم بي درسنا امبارح ابونا. مش وقفت الاذاعه ما اشتغلت، حبيت كثير. صار في صراع كل الليل، هالصراع اللي صار كل الليل وبالنهايه قال له ما رح اتركك غير تتباركني، وبالحقيقه ترك له علامه بجسمه. مزبوط مسار؟ فك ترك وركه بقول حتى يضل في كل حياته علامه انه مش هو الاقوى، انه ربنا دائما اقوى له. كرمال هيك بيقول هنا رايت الرب تقيل. حبيت كثير مسار. اذا بدي ارجع شوي لعندك هيك لقصه القميص قبل ما اروح لعندهم، في حقيقه هيك نحن عاده بعد لليوم القصه وقت بنلبس حدا بنقول له القميص او بنلبسه يمكن جبه العبايه تنعمل تنكرمه. خلينا نرجع شوي هيك بكلمتين مجازتين. ابونا مشكله يعقوب واولاده، نحن بنعرف انه يعقوب كان عنده 12 ولد، 12 نعم. صبي وبنت. هال 12 صبي اجوا من عده نساء، ما صحيح. مشكله يعقوب كمان كانت خطيته انه اخذ اكثر من مراه. صحيح. وهيدي المشكلة هي مشكلة عائلية، يعني خلقت بين الأولاد مشاكل عائلية كتير كبيرة. المرأة اللي حبها يعقوب من الأساس رحيل جابت يوسف، صار كل حبه لهيدا الصبي خلق مشاكل عائلية. صحيح. مع أخته. وهيدي شغلة يمكن نحن بيسوى أنه ننتبه لها بين أولادنا عائلاتنا، أنه الأولاد كلهم مثل بعضهم، لأنه بدون ما نعرف رح تخلق عندهم مشاكل، والمشاكل بتبقى كل حياتهم. صحيح. رح يبين بعدين بسفر التكوين شو صار بيوسف وشو عملوا فيه اخوته. بس يمكن بعد شوي رح تبين بوحده مش مخلص، يعني ما هيك اسم الله عليه لحق على الكل. هو هلا بايامنا زمن. رح نرجع لفريق الكلمه، نقول مربع اذا بتسمحوا. هاي انت في مكان وفي بنت. بنت بنت انت بتجاوب. بنعرف انه ابناء يعقوب كانوا 12، هاي معروفة كتير، بس كان عنده بنت ما حدا بيذكرها. حبينا نعرف بهيدي الحلقة شو كان اسم البنت؟ درستوها؟ بعرف. إذا بدكم برجع بقول لكم خذوا المربع، خذوا الاحتمالات. نعم دينا. منك هين اسم الله عليك. برافو برافو اسم الله. هيدي كنت بتعرفها. توشوشنا نحن. توشوش. حبيت. أول حب بحياتي. آخر سؤال لكم، المكان. هيدا عن مكان حقيقة موجود بآخر تقريبا قبل آخر فصل من سفر التكوين. إيه. 48. إحنا فينا نعوزه؟ لا لا لا. ما فينا نعوز لك. أين دفنت رحيل؟ مرت يعقوب دفنت. أين دفنت رحيل؟
كمان برجع بقول لكم فيكم تاخذوا احتمالات. اين دفنت رحيل؟ اطلبوا لنا احتمالات يلا. هيك ما بتعرف افراطت. اين دفنت؟ افراطت بيت لحم. افراطت بيت لحم. هلا ما بعرف اذا اول كلمه لا لحظه ثاني جزء مزبوط ما هو نحن يعني مثل ما بنتذكر اكيد فيها بيت لحم بس الكلمه هي اسمها افراطت بيت لحم او افراطت بيت لحم اذا اللفظ مزبوط صحيح. افراطه بيت لحم افراطه صحيح. اوكي برافو. شكرا ابونا. ولك برافو. بيت لحم افراطه وبعدين صار في نبوءه حول افراطه بيت لحم. نعم مش هيك؟ عظيم جدا. قبل ما اخذ هيك كلمه اخيره من سير باسمه بدي ضوي على لوحه غسان. غسان بعدنا عم نخربش بنسميها عم بصور شخبط شخبيط. ايه فينا نقول بعدنا بالخرطشه والشخبطه اذا بدك شخبط شخبيط. يلا شوي بتبلش تبين اللوحه كمان بعد شوي بدنا نشوف سكور سوا حتى نشوف كلكم. اسم الله عليكم متعادلين. ما اخذتوا احتمالات بهيدي الموجه. ترجع بتقولوا لي والله انه صعبه. شو جاي نلعب؟ اللي بيدرس ما عنده شيء. علاماتنا 30 للكلمه و30 للرحمه الالهيه. برافو. قبل ما نروح للترتيله مع ضيفتنا اليوم بعد شوي بعرف عليها مسار. يمكن هيك كلمة كمان موجزة وأخيرة. إحنا بنعرف إنه حتى يعقوب وصى ولاده إنه بده يندفن بالمقبرة أو بالمطرح اللي دفن فيه بياتهم، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكان مصر إنه مع إنه هن وين كانوا؟ كانوا بمصر. كان مصر إنه يردوه على كنعان، أرض كنعان. كان في انتماء، في قصة أرض، في قصة تراب، في قصة إنه بده إنه ولاده بالمستقبل إذا بده يزوروا قبره يجوا لعنده. أقولك بعد عنا هالانتماء أبونا يمكن الحمد لله يمكن أشكر الله. يمكن الناس بيتركوا كل شيء بس بيقولوا لهم أنا وقت اللي بدي موت بتدفنوني حد بي وأمي وبي نعم. بأرضي. بس يمكن بيسوى ننتبه أنه لما الله خلقنا من تراب الأرض، يعني هيدي التراب ونحن من نفس الطينة، يعني هيدي أخت الأرض. حلو. ويمكن هيدي الثورة اللي حكيت عليها قبل شوي قداسة البابا فرانسيس عملنا رسالة رائعة. هالثورة بدها تبلش بتوبة داخلية، ارجع انا اعرف حالي اني انا من هذه الارض والى هذه الارض اعود وانا مسؤول عن هذه الارض. صحيح. ومن بين هالارض هي هالوطن اللي هو نحن خلقنا فيه من ترابيته وراح نرجع نندفن فيه وجدودنا وبياتنا مدفونين فيه وممنوع حدا يدق فيه. زيادة عن انه خلقنا فيه هيدي ارض مقدسة، يسوع كان من هون بلش. هلا رح نحكي عنه بالعهد الجديد، كنيسته بلشت هون. صحيح. ممنوع ندق فيها، هيدي كنيسة لبنان، هيدي كنيسة العالم، أرضنا أرض مقدسة، بتستحق الثورة أكيد، ثورة مقدسة، ثورة روحية وثورة على ذاتنا وعلى خطيتنا. كنا نسميها وقفية إلهية لبنان. صح. وقف الله على الأرض، صرنا بنسميها كمان بحب سميها محمية إلهية الله حمية. صحيح. حقيقة قديسينا عم بيشتغلوا على هالموضوع، نحن وياهم على طول على اتصال مشان هيك بنعرف إنه نحن محميين وإيد الله معنا. إيه؟ ومن كانت يد الله معه فمن؟ عليه. خلونا نروح عند ضيفتنا اليوم. ضيفتنا ضيفة مميزة من الأشخاص اللي عن جد تركوا بصمات كتير حلوة بعالم التلفزيون. بدأت بتقديم البرامج بعمر كتير صغير، كان عمرها 16 سنة، انتقلت للبرامج الكوميدية، بعدين صار عندها برنامج ترفيهي على شاشة الـLBC، برنامج شخصية أو غنية، صرتوا بتعرفوا مين؟ بعدين مؤخرا شاركت بمسلسل ذات ليلة. هي فنانة ومغنية وممثلة، ومؤخرا صرنا بنعرف انه صارت كمان مرنمة. بدي رحب ترحيب كتير كبير بجوزيان الزير. اهلا وسهلا فيك. يا هلا. الأيام ودفنها الدنيا المهم.
صدقنا من اللي عم بشوفنا هلا انه انت جوزيان الزير اللي بتمثلي واللي عندك كثير اشياء هيك فانتسيز حلوه بحياتك، يمكن كثير اشخاص قلدوكي، هيدي من كلماتك والحانك صحيح وصوتك صحيح. بعد كان ناقص توزعيها. مين وزعها؟ توزيع ابن خالتي، ما حدا غريب، داني سعد. فاذا بعد عندك غير تراتيل جوزيان مبدئيا كتبتيهم انت؟ ليك أبونا، هي من الله النعمة اللي إجت لك، كتبتها ترتيلة وطلعت لعنده رجعت، يعني إذا هو بحب يعطيني أكتب غيرها أنا بكون ممنونة، بحاول بس مش على ذوقي، يعني بس بدها تجي بس محاولة حلوة وناجحة، برافو. جوزيان هيك سؤال سريع، كلنا منعرف وكلنا هيك منحس أنه جوزيان أخذت كتير أدوار، ويمكن شعرك، المود تبعيك، كتير إشي، حتى لبسي كان هيك مرات كان يأسرنا ويخدنا، وفي كتير أشخاص مثل ما قلت كانت عم بتقلدك. هل هالشي مرات طرح علامات استفهام بحياتك، خاصة على هويتك المسيحية؟ بيني وبين نفسي والعالم تجاهك كمان؟ لا، بيني وبين نفسي أكيد لا. أنا يعني مش من صغرتي متابعة بكنيستي، ريسنتلي يعني مؤخرا، من شي يمكن 5-6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، يمكن هيك شي، رجعت فتت على كنيستي وبقيت، يعني لا، ما عندي أي ضياع بيني وبين شخصيتي وهويتي المسيحية. بس نسبة للعالم أكيد نحن عايشين بمجتمع صغير، وبطبيعة الحال كلمة شخص بتأثر على التاني، ومجتمعنا للأسف بحلل بدوية وبحرم البدوية، يعني لون الشعر بيستغربوا، بس التاتواج بتلاقيه وين ما كان، علما أنه نحن إنجيل ما بيقول شيء عن لون شعري، ولكن بيحكي عن الوشم. يعني وحتى كل شيء، لبس الكنيسة وكل هالتعاطي مع الكنيسة والدين بيحللوها لنفسهم، يعني على أعراس بيروحوا عورات إذا بدك، بس أنه أنا ملونة شعري برتي بفوت على كنيسة، لا، يي أكيد لا، أكيد فاتي منظر. بعد شوي رح نكون بمواجهة أنا وياك بالصوت وبالصورة. إيه؟ طبعاً، ما نحن لها. مرسي جوزيان، أهلا وسهلا فيك. فإذا رح نروح لبريك، بس ما تروحوا كتير لبعيد، لأنه رجعين كتير بسرعة، المواجهة كتير حامية، 30-30 للفريقين. نحن بريك كتير سريع ومنرجع.
ثانك يو للباند. مسار قبل ما ناخذ انترو صغير معي كمان عن انجيل متى، بدي بس اقول لهم لنحضروا لنا المربعات هيك انتم بهالوقت بليز اسمعوا الانترو تبع سار باسمة وفيكم تنقوا المربع. سار باسمة، عن شو رح نحكي هلا وشو الاسئله تبعيتنا؟ تفضل. الاسئله رح يكونوا عن من انجيل متى. نعم، انجيل متى هو الانجيل الاول بين اربع اناجيل، متى، مرقس، لوقا، يوحنا. صحيح، الإنجيل الأول وهو الإنجيل الأطول 28 فصل. إنجيل متى هو إنجيل انكتب لمسيحيين كانوا يهود، يعني هيدي الكنيسة كنيسة يهودية تمسحنت صارت مسيحية. هودي الناس اليهود اللي كانوا ناطرين المسيح المنتظر شافوا بيسوع أنه هذا هو المسيح. صحيح. ولكن في عندهم مشكلة أنه المسيح اللي إجا ما ضل معهم كل الوقت، مات واختفى، طلع بيقول عاد الى ابيه. طيب وشو بنعمل هلا؟ بنرجع لعاداتنا وتقاليدنا اليهوديه؟ كيف بده يكون؟ شو هو هذا الجديد اللي جابه يسوع؟ انجيل متى بيجيب عن هذه الاسئله، بيقول الاشياء الاساسيه بدها تبقى صلاه، صوم، صدقه، ممنوع حدا يدق فيهم. اكيد بطلوا حرفيا، مش لانهم واجب بعملهم، لانه بعطي حالي كما اعطى يسوع ذاته. الصلاة فيها شوي شغلة جديدة، إنه بدل ما تصلي أنت يا رب تبعد عني المصايب ويا رب تنتبه لي ويا رب ليش عملت فيي هيك، قولوا أبانا، تذكروا إنه أنتوا أولاد. الشغلة المهمة عند متى هي إنه قصة الشريعة السبت، يعني كل شيء اسمه شريعة حرفية بتدقوا فيها تنزلوا على جهنم. إجا يسوع يقول الأهم بالشريعة هي إنها تكون لخير الإنسان، لنمو الإنسان. وأجمل ما في هذا الإنجيل إذا بدي أخده هيك بشكل كتير كبير، هو لما إجا الملاك قال له ليوسف ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا سميه، يكون اسمه عمانوئيل، الله معنا. عم مع نو نحن إيل، الله معنا. بآخر الإنجيل بقول لهم يسوع وهو صاعد إلى أبيه، ها أنا ذا معكم، ها أنا معكم طول الأيام، طول الأيام. فإذا نحن شغلتنا نصدق أنه شو بدكم يسوع مش معنا؟ مبلا. ثلاث أسئلة سريعة عن متى مسار، إذا بتربحيون فيك تكفي معنا وإلا بعتذر. بدي أول شيء 28 فصل مزبوط ولا لا؟ فينا أعطيك ثلاث احتمالات. صح صح؟ نعم. لمين كتب إنجيل متى؟ لكنيسة من أصل يهودي. حلو، حبيت، برافو. وهلا بدنا نرجع نجدد ان الله رات حتى نرجع نوعي اخوتنا اليهود انه المسيح اجا، وتفضلوا هيدا مسيحكم انتبهوا له واقروا انجيلكم تتعرفوا انه هيدا هو. سؤال ثالث وسريع جدا مسار بدون شو اسمه هيك تطويل. نعم يعني. سؤال ايه يعني عم نحكي عن 28 فصل، وليش نحط انجيل متى بالاول مش ثاني او ثالث او رابع؟ أول شيء يمكن لأنه كان الأطول، بس الأهم من هيك كانوا مفكرين أنه الإنجيل متى كتب باللغة الآرامية، يعني اللغة الأصلية اللي كان يتكلم فيها يسوع، بس ما عنا منه شيء. مفكرين أنه تربح هيدا معنا مصر. تربح معنا مصر، بتنتقلي على المرحلة الثانية. سؤال أول لكم، ما تزقفولها، ما تزقفولها، بتعرف كتير كتير نضلنا. سؤال لكم، الكلمة عندكم مربعات ستة قدامكم، نقولي منه مربع بتفضلوا. نقو متى بدو المتى غسان لقيت متى اي متى مش غلط ها مش خطيه. بمن استشهد متى من العهد القديم بشخصيه من العهد القديم قائلا اجلس عن يميني حتى اجعل اعدائك تحت قدميك. كان عم بيحكي متى عن شخصيه من العهد القديم وقت اللي بيقول له اجلس عن يميني حتى اجعل اعدائك تحت قدميك. شخصيه من الكتاب المقدس بالعهد القديم. وبتبلش الآية قال داود الرب لربي داود اجلس عني. عم تعطي جواب؟ عم بسأل. ما تسأليني إلي، بدك تسأليهم إلهم تعطيني جواب. داود 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 الملك، برافو مزمور، برافو. قال الرب لربي اجلس عن يمين، اجلس عن يمين اضعك تحت قدميك. شو يا غسان؟ بلا 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 بعد عندك اوكي. ميلاد دقينا مربع اذا بتسمع. بس أنا وصية لانه اكيد بوصية عنا. ما هي الوصية العظمى؟ ما هي الوصية العظمى التي اعطاها يسوع لاحد علماء الشريعة؟ عم نحكي عن انجيل متى، مش لتلاميذه، لاحد علماء الشريعة.
أعطاها لأحد علماء الشريعة. شو هي الوصية العظمى؟ خذوا نفتح لكم الاحتمالات إذا عن جد عندكم أي شيء. لا بيروح خمس علامات خلينا نقول نعرفه. احتمالات خلينا نضمن. لا ما بيروح خمس علامات خلينا نقول نعرفه. خلينا ناخذ احتمالات. ناخذ احتمالات. قال لهم اطلبوا مسار مسار ما توحي لهم بشيء. اطلبوا تجدوا أو أحبب الرب إلهك أو لا تعبدوا ربين أو لا تحملوا زادا ولا عصا. شو الوصية اللي اعطاها الرب لأحد علماء الشريعة؟ أحبب الرب إلهك. فيك تكفيها؟ لا. أحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل قلبك وعقلك ونفسك. برافو. وأحبب أخاك قريبك كنفسك. برافو برافو برافو. خمسة لنا وخمسة لنوال. مش هين. رح ناخذ خمس خمسة بنعطيهم إياها وبرافو لإلك. أوكي رح نرجع لعندكم فريق الكلمة. أعطونا إذا بتسمحوا مربع فصل قول صرخة أو أكمل. لا هو هي نقت فصل. فصل. نعم. فصل. فصل شغلة سهلة جدا. في أي فصل من إنجيل متى وردت عظة الجبل؟ اوف وين سهلة. كثير مشهورة. شو سهلة. كثير بأي صعبة. فصل؟ ليكو عندكم 28 فصل. في 28 احتمال. ما تقولوا لي اعطينا احتمالات. لا لا. هي شو؟ بالخامس بالخامس. فصل خامس؟ من الخمسة للسبعة. خامس جاوبني من الخمسة للسبعة. خمسة للسبعة. خمسة للسبعة. خمسة أو سبعة. لا لا خمسة خمسة خلينا بالخمسة. خمسة برافو خمسة. برافو رندا. برافو رندا. بين خمسة وسبعة بتفرقوا معي كثير. بتفرقوا العلامة كلها سوا. بفرقوا ثلاث فصول. شو هالعظة اللي أخذت فصلين يعني. صحيح عظة. الفصل الخامس. مسار عظة الجبل محورية بإنجيل متى. كلمتين عنا إذا بتسمح. بالنسبة لمتى. نعم. يسوع هو موسى الجديد. نعم. موسى جاب شريعة. يسوع جاب الشريعة بلس النعمة. بقى حتى يقول إنه الشريعة الجديدة يسوع اللي عطاها بحط متى بيعمل كتابه بخمس فصول مثل كيف موسى عمل خمس كتب. بيعمل متى خمس فصول لكتابه تيقول إنه هيدا موسى الجديد. هيدي هي الشريعة الجديدة. بينما لما منقول كلمات العشر يعني لا تقتل لا تزني لا تسرق حب الله إلى آخره بيجي يسوع بيقول قيل لكم أما أنا فأقول. وإذا بدكم الشريعة الحقيقية مش إنه ما تقتل ما تزني ما تسرق ما تشتهي إلى آخره. حب نيالك إن شاء الله تكون أنت فقير عم تعطي من حيلك إن شاء الله تكون عم تنتبه لغيرك إن شاء الله إلى آخره. ما تكمل مصر نيالنا فيك. أي عن جد. نيالنا. عن جد. نيالنا بيسوع. تعرف شو معنى طوبة؟ نعم. تطويبات نيالنا. طوبة يعني نيالك هي ذاتها. فنيال هنيئا لنا. شو سحر نيالنا بسحر نيالنا بسحر. رجعتوا هيك تألفتوا على بعضكم. هلا بدون يحطوا الحق علي. شادي 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 إذا قال جواب غلط أنت. يلا روح انطلق. يلا شادي. صرخة أو أكمل. قول صرخة أو أكمل. بعد فيها هدول الثلاث. أكمل 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 أكمل. تكون حافظينا من الإنجيل. أكمل. هيدي آية بتكون تكملوا لي. أيه. حيث يكون كنزك يكون قلبك. يكون قلبك. اه يا شادي اه يا شادي ولعه. انقذت سحر. ولعاني ولعاني. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. برافو حبيت. وين كنزك؟ كنزي؟ بأي بنك؟ وين؟ بقلبي. بقلبك. برافو برافو. مسار اشطر منك الشباب والصبايا. صحيح. صحيح. ما لازم انت كمان الله. تعيشي هيك لازم تضلك بحاله تواضع. يا فرحتنا فيكم. مسار. كمان برجع لعندكم الكلمه. بعد عنا قول وصرخه. نحن اليوم ب قول ولا صرخه؟ صرخه صرخه صرخه. يلا صرخوها بقى. متى صرخ بطرس نجني يا رب؟ في موقف وقت كان عم يغرق. يخزن عين. برافو رندا. برافو رندا. هيها هيها. واللي قبلها شو؟ واللي قبلها شو؟ ثاقبت ثاقبت. نجني يا رب صرخ بطرس وقت اللي كان عم يغرق. ما كان بده احتمالات. هيدي حافظتها. بتعرفي الاحتمالات كانوا ضيعوك كثير. كانوا ضيعوك. كنا هيدي بين السبعه والتسعه.
بضياع كامل، لأنه أربع احتمالات منقيينهم حتى يقول إن شاء الله عن جد نجن يا رب. كل مرة بطرس كان يقول له خلصني يا رب، برافو، وقت اللي كان عم بيغرق لأنه شك وشك، مش هيك؟ مد يسوع إيده وانتشلوا شك مرتين. بعد شوي بدكم تصرخوا لي صرخة الثورة هيك تشوف أنتوا أي ناس وشو بتعنيكم الثورة، هيك بنصرخها سوا. آخر سؤال لكم، يعني دائما عم بيقولوا لنا هالاخر سؤال نحن، يعني بدي حدا هلا هن ربحانيكم. ها ايه خمسه خمسه ما سمعوا مني الكلمه يا ابو. بعد شوي بنشوف العلامات بس بالنهايه اخر شيء. ماذا قال يسوع لباعة الحمام في الهيكل؟ سؤال كتير بسيط. ايوه حلو، خذوا احتمالات، خذوا احتمالات. لا ما بدنا احتمالات. بيتي بيت صلاه يدعى. كفوها كفوها. أنا وأنتم جعلتم منه مغارة لصوص. مغارة لصوص. لك برافو. بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتم منه مغارة للصوص. حلو كتير. براو. شكرا. السكور تبعنا رح نشوفه سوا. رح بالإلهية هي 55. يس يس 55 هيك. يس هيك. ايه 65 60 60 60 70. برافو برافو. هاتوا لنشوف. اذا بدي اسالكم شوي هيك نوال، بدي بلش منك. عم نحكي بهالحلقه شوي عن الثوره، وعم نشوف عن جد حتى بلبنان الارض بركان، يعني عن جد مش عارفين ايمتى رح ينفجر. شو الثوره بالنسبه لك انت نوال؟ تفضلي. انا بالنسبه لي ابونا الثوره هي ثوره على الخوف، لأنه الخوف هو بيوصل لكتير إشياء، بيوصل للقتل، بيوصل للتمسيح الجوخ، بيوصل للتبعية، بيوصل لواحد ما يقول حقيقة، بيوصل لواحد يتخبى وراء أصبعه، بيوصل لكتير أمور. يعني بيقتل الخوف، بيقتل الإنسان. حلو كتير. فإذا بدي سور أنا بصور على الخوف، لأنه يعني قاف بعتبره على الإنسان، والمسيح إجا يحررنا من هذا الخوف وعطانا روح قوة وروح شجاعة، مش تنكون خايفين، بس نتحرر من الخوف اللي موجود فينا. أنا بقول إنه منكون عملنا الثورة وحققناها. مكتوبة للبطن اللي حملك. هللويا. مكفية. والاستديان اللي رضعوك، هذا كلام رائع جدا. يتمجد اسم الرب. لو بلو جران أنديكاب كنت دايما أقراها سي لابور. أكبر إعاقة بحياتنا اليوم هو الخوف. خوف من المجهول اللي عم تحكي عنه. برافو. انا بدي هنيك نوال. استاذ غسان اصطفين حبيبي، يلا غسان، الثوره على ماذا؟ هلا كنت عم فكر بشغله، بانه يمكن عم نحكي نحن عن ادلت، عن اشخاص كبار بالعمر، بس انا برايي بدي ارجع شوي لورا ورا ورا. انا بشوف انه من وقت ما بيخلق الطفل ثائر بطريقة من الطرق، مش إذا بكي سائر، مش إذا ما سمع كلمة أهله سائر، مش إذا ما عجبته المدرسة بيثور على المدرسة، إذا ما عجبته الجامعة بيثور على الجامعة. في نقمة عنده من وقت ما بيخلق لوقت ما بيكبر. حلو. فهودي ما فينا نحن نجي نقول هيدا مش ثائر وهيدا ثائر. ما فيش حدا مش ثائر. أنا ما بشوف حدا ولا بني آدم من الطفولة للمراهقة للشيخوخة منه ثائر، بس كل واحد يثور بطريقته هو. في ثورة إذا بده يثور على شو بيثور؟ على الظلم. يعني هو بيفتكر يمكن أهله عم بيظلموه بهالولد مثلا، أو عم بيعاملوه غلط مثلا، أو رفقاته أو زملائه أو كذا حاطينه تحت، مش محترمينه، مش حابينه، مش محترمينه. أنت كمسيحي عم بيضحكوا عليه. أنت كمسيحي اليوم، نعم، مع كل اللي عم بتشوفه، شو أكتر شيء عن جد عم بيوجعك؟ عشو بتثور؟ الظلم. الظلم الموجود بلبنان بكل العالم، بالمجتمع، بلبنان، بالعالم. الظلم. الظلم أكبر أكبر شيء، أكتر شيء أبونا بيخلي الواحد يثور. أنا بالرأي يعني. رأيك. مرسي مرسي غسان، برافو. اوكي حبيبي. رندا حشمي، غير الحشمي. غير الحشمي، على شو بتصوري يا ابونا؟ انا بس بالشتي بحتشمي. رندا حشمي، على شو بتصوري كمسيحي؟ ابونا حكيو كتير فلسفي، انا مش قدهم هالقد، ما بعرف شو بدي اقول لك. بس ما انا ما في شيء عجبني يعني.
ولا شيء ولا شيء بالاخص هلا اذا بدي احكي ما عجبتك قبل شوي صار لك ساعه بتمدحي بسور باسي لا لا ما في شيء عجبني بالحياه اللي عايشينها الناس اذا بدنا نحكي لاهوت انا مش قدها ما بعرف شو عشو بدي ثور يعني انا بشكر ربي انه انا خلقت مسيحيه لانه الله عطاني كثير نعم هيدي النعمه عطيتني كثير نعم حلو كثير بكفي انه عرفت الله واذا بدك تثوري اليوم على شغله هيك تغضبي تعيطي بوجهها تصرخي عقله الاخلاق اللي صارت بالعالم بالحرب نحن ربينا اولادنا المهم انه ما يموتوا نعم. نسينا نعلمهم اللياقه نسينا نعلمهم احترام الكبير نسينا نعلمهم كل شيء في قيم بالحياه كنا مخبيينهم بالملاجئ وانه المهم يضلوا طيبين طلع عنا جيل يا ابونا كارثه من الكوارث يعني ولا بيحترم كبير ولا بيزيح لحدا ولا شيء هو وبس شايف بس حاله رندا ماشي. انا بدي بشرك انه صار في جيل ما بيحترم حدا وفي جيل الانجيل ان شاء الله يا ربنا بشاره حلوه وطولني بالك مسار بعد شوي بسألك والفريق الثاني بالمرحلة الثانية بسألكم بس بدي روح للعبة من أنا هني سؤالين سؤال إلكم وسؤال إلهم بتحبوا نبلش من عندكم ما عندي مشكلة لا لا بلش مشكلة. من بلش من عندهم دايما خلينا دايما عند الصبايا أسمعنا إشي حلوة منكم في سؤال بحب أسألكم إياه وأنتوا هو مبدئيا مربعات رح نشوفهم قدامكم بعد شوي نشوف كل مرة عم ضوي مربع بكل مربع في شيء من السؤال ما رح نقربه دغري ولكن بدي اترجيكم إذا عرفتوا بالأول دغري من أول ما طل السؤال عرفتوا بتاخدوا 10 8 6 4 2 بقى وقت اللي بتحسوا صار عندكم جواب قولوا والسؤال ما بيروح عند الفريق الآخر هيدا عندكم بدي أشوف قدي رح تاخدوا منه فالمربع الأول رح يضوي قدامكم هلأ بسأل ومنروح بدنا نشوف هالشخصية من هي امرأة من العهد الجديد لها ولدان نحكى كثير عن أو نحكى عن ولادة اثنين يعقوب ويوحنا شو اسمه خدوا احتمالات نوات لا هاي ما فيها احتمالات إذا حسيت ما بيعرفوا لروحوا رح بلا فيها فيها بس عم بتقول يعقوب ويوحنا ولاد زبدة أبناء زبدة زبدة اطلبي سؤال ثاني كيف كيف حسيت انه هيدا هو يعني مش على انه هلا هذا اللي اجى على راسي قلت لك انا بتكل على بتعرفي روحي. لو مربع لو مر يعني عم تخسري من اول من يعني خدي بعض احتمالات ضوي لي كم احتمال ناخذ 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 اذا بدك اذا ما عرفت الجواب انت بدك تقول لي اذا الجواب صح اذا مش صح من لك اسمعي غسان رح لا رح تعملي له بالقلب صح صح هذا هو 10 علامات صح وصح صح وصح صح ونص صرخت ليسوع يا ابن داوود ان ابنتي تخبطها الشيطان لا مش هيدي هي احدى النساء اللواتي تبعنا المسيح من الجليل او وبعدين خدمته ونرجع كان لازم نقول احدى اللواتي شاهدنا الصليب وبعدين فينا نقول ذهبت الى القبر مع النساء وهن يحملن الاطياب طلبت من المسيح ان يجلس واحد عن يمينه وهون كان لازم تعرفوها زوجة يدعى زبدة لك برافو من انا امرأة التقت بيسوع وهو ذاهب إلى نواحي صيدا وسور. امرأة التقت بيسوع وهو التقت بيسوع وقت اللي كان بنواحي صيدا وسور. المرأة الناسفة. بفتح مربع تاني. لا شادي لا لا مش المرأة الناسفة. مش المرأة الناسفة. لحظة أبونا بدك هي أم مين أو بدك اسمها صغير؟ بدي على القليلة لا ما في ما في, ما في اسم في من هي هذا؟ المرأة التي التقت بيسوع وهو ذاهب إلى نواحي صيدا وسور. رح افتح مربع تاني. صرخت ليسوع يا ابن داود إن ابنتي تخبطها الشيطان تخبطا شديدا صرخت له الشيطان من قلبه الشيطان بنتي عم بيصرع الشيطان من كن هي بليز خليك معي كنعانية المرأة الكنعانية عم تسأل مين عم تسأل راندا ونوال ميلاد طلع في انا البطل المرأة الكنعانية هي قالت لك لا ما حدا قال لي عم بتضل لك يا صديقي هن اعدائك هن مو في سين حدا قال
عم بيضللوا بس الجواب مزبوط ابونا رندا شو رايك تيجي تواب محلي ابونا ابونا نوال قالت المرأة الترعانية نوال نوال انت هيك عم بتكذب نوال بتكذب نوال نوال عم تعطيك من 10 على 8 علامات المرأة الكنعانية برافو قال لها يسوع لا يحسن ان يؤخذ خبز البنين فيلقى الى صغار الكلاب اكيد شفى يسوع ابنتها بعدما راى ايمانها هي المرأة الكنعانية برافو المرأة الكنعانية حبيت والله ميرسي نوال اذا خسرتي باخر الحلقه ما تقولي لي ليه ما بتخسري ايه اقوى عالم طيب اوكي من بعد ما خلصنا الاسئله تبع بدي ارجع اعطيكم سكور وبعدين رح نروح لضيفتنا السكور الفينال الرحمه الالهيه 63 والكلمه 70 ايوه الكلمه مقدمه برافو برافو نوال هيك مرتين وميرسي عن جديد ورح نرجع لضيفتنا جوزيان زير اهلا وسهلا فيك من جديد ارحمني يا خالقي كلي لك ارسلني والكلمه الهي كلمه تحييني تبعد عني سيدي عريان انا فاهدني إذا شئت مخلصي إذا شئت طهرني بكرم كافأت الودعاء بلمسة شفيت الضعفاء بلهفة أكرمت الأتقياء برأفة رفعت البسطاء بفرح باركت الرضعاء بقوة جذبت الأقوياء من غربة دعوت الأشقياء ارحمني يا خالقي كلي لك أرسلني كلمة إلهي كلمة تحييني تبعد عني سيدي عريان أنا فاهدني إذا شئت مخلصي إذا شئت طهرني من خبزك أشبعت جياع الفقراء من جودك أطعمت طيور في السماء من خمرك سقيت رسلك الأنقياء بلمسة رصعت قلوب بالرجاء بدقة أبدعت الغروب في المساء بحكمة مسحت واخترت الأنبياء بالنعمة قدست الرحماء بدمك طهرت الخاطئين بصلبك افتديت الموجعين بصمتك أخزيت الصالبين أحييت الراقدين بالكلمة قدست المرسلين بروحك ضللت المؤمنين بحبك رويت الظامئين بس تري بوتي تروفي لحضرتك هيك حتى لتضلك تتذكري جيل الانجيل ومشاركتك ببرنامجنا
ثانك يو. ميرسي ميرسي لكم عن جد. بدي اقول لكم ميرسي على البروجرام الحلو، لانه عن جد ناقصنا هيك برامج صراحه، جيلي وجيل اكبر مني وجيل اصغر مني كلنا ناقصنا هيك برامج. وانا بشكرك انه يعني اوليتيني شرف انه اغني معك او رتل معك. صراحة الشرف اللي أبونا أني رتل من كلامك هالترتيلة الرائعة. Thank you. مرسي لك. بدنا نقول مرسي لماريو نيكوزي على التوزيع كلماتي وألحاني وبصوت جوزيان. مرسي جوزيان. Thank you. بريك سريع ثم نعود. رجعنا نحن وياكم من بعد ما سمعنا جوزيان الزير بترنيمة حبيت انه شاركها فيها بس هيك حتى نوح مش اكثر مش هيك. رح نروح للمعلومات العامة او اذا بدكم نحن هلا عندنا ماتشينج، في عندنا قدامكم تابلو، هذا التابلو بس يبين في عندكم فوق مربعات وتحت مربعات، بس يتطابق المربع الفوقاني مع المربع التحتاني منشوف شو المربع وبعطيكم السؤال اللي مبدئيا رح يكونوا سؤالين وسؤالين سريعين، بتمنى دغري تعطوني جوابتكم. رح نشوف المربعات A B C D E F 1 2 3 4 5 6 اذا بتسمحوا رح بلش من عندكم نوال غسان رندا تفضلوا نقولي فوق مربع وتحت مربع تفضل. هيدي بتعتمد على الذكاء حتى اذا فتح مربع رجعت سكر تضلكم تتذكروا وتفتحوا مره ثانيه شو اسمه تفضلوا. A2 رح نشوفهم بسرعه. A املا الفراغ، 2 احذف الدخيل. رح نروح لعندكم اذا بتسمحوا تفضلوا بسرعه. نحن يلا ب ب 4 ب 4 ب 4 من قال من قال برافو سحر سحر من اين لك هذا يا سحر؟ من قال ولمن؟ مين قال ولمين قالوا؟ فاذا هو اذا بدكم في عنده وجهين. من قال ولمن السؤال الاول لكم. كل غصن غير مثمر يقطع ويرمى في النار، مين قال هالشيء ولمين قالوا؟ كل غصن غير مثمر يقطع ويرمى في النار. يوحنا المعمدان يوحنا المعمدان كان عم يخطب للجموع. للجموع. برافو يوحنا المعمدان للجموع. برافو ميلاد. من اول ما بلشت تقول هيك حسيتك انك ثائر وحبيت. انا بحبه لا يوحنا المعمدان. برافو. سؤال ثاني بسرعه. افما كان يجب عليك انت ايضا ان ترحم صاحبك كما رحمتك انا؟ افما كان يجب عليك انه ترحم طالما انتو اكيب الرحمه يعني الرحمه الالهيه تتذكر مين ايه لو لمين؟ من عنده خادم يلي الخادم ميلاد هيدو شاطر فيهم هيدول شو يا سحر ما بتكوني بفتكر القصه نعم يعني هي ما فيها احتمال 5 4 3 2 1 ملك والخادم. نعم ملك والخادم. الملك للخادم اللي ما عنده شفقة. شفقة. برافو كمان صح. اوه لا هلا بلش وعيوا الشباب وعيوا 10 علامات لكم رح نروح لعندكم يلا تفضلوا نقولنا اذا بتسمحوا مربعين من فوق ومن تحت دي 3 معلومات عامه ومعلومات عامه. برافو برافو غسان برافو. معلومات عامة. من هي القديسة التي قالت سأمطر السماء وردا؟ تيريزا تيريز دو ليزيو. مين يعني تيريز دو ليزيو؟ طفل يسوع. تيريز طفل يسوع. برافو يا عمي يا عمي شو عم بيصير والوجه الأقدس هي اسمها تيريز طفل يسوع والوجه الأقدس يا عمي لا 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 أبو نوال أبو نوال أيوة نوال عمين متكلين فكرة شو بعرفني يا رندا أنت بكتنيني. بعهد أي قيصر سؤال الثاني تم إعلان المسيحية دين حر بالأمبراطورية الرومانية؟ معكم 5 علامات بدي أشوف إذا رح تاخذوا ثاني سؤال وجاوبتوا عليه صح سنتين أبونا تاخذوا 5 علامات ثانيين بدكم ياهم خليها أفار أفار رندا مش معقول هيك يعني خليها على رأيها خليها على رأيها إيه خليها على رأيها ماشي الحال يا خيي مظبوط قسطنطين برافو أوبرار القيصر قسطنطين برافو
ابداع. يلا لقونا مربع. لا المنافسه شديده عن جد. يلا رح نشوف المربعات فوق عندنا. صار اربع مربعات مفتوحين. يلا اسهل صارت القصه. او دو الاو هي بنشوفها صح وخطا. دو احطوا في الدخيل غيره بسرعه. تفضلوا خسروها لعندكم. اف سيس. اف لازم ننتبه. اي سيس رح نشوف الاف هي. احطوا في الدخيل. املا الفراغ. بتعرفي شو عملتي؟ احذف الدخيل. سرعتي. اف دو. اف دو صحيح. احذف الدخيل. يلا اعطيتيهم كادو. هذا ثاني كادو بتعطيه ليلى انت. غريب شو بتحبي انا بحب انت بابا نويل ماما نويل. ماما نويل. احذف الدخيل. السؤال الاول خمس علامات. يعقوب يهوذا لاوي او يوسف. يعني في واحد منهم دخيل. واحد منهم دخيل. انترو دخيل على بدك تقول لي بس ليش هيدا الشخص شلتوه. تاخذوا الخمس علامات. عندي يعقوب يهوذا لاوي ويوسف. يعقوب. يلا جاوب. قول يعقوب. تفضل. يعقوب الانترو. اذا قلت لك ايه ليش؟ لانه كلهم هن اخوه وباي يعقوب بيون. لك برافو. الله الله يا ميلاد. الله. السؤال الثاني ميلاد. سمك. سمك بدنا ناكل سمك. سمك شباك ليل ويسوع. سمك شباك ليل ويسوع. شباك. يلا نشوف. يسوع اكيد. يسوع. سمك شباك ليل ويسوع. الوقت عم يمرق. سمك لما كان بس يخلص عندي الوقت. بطرس كان عم يصطاد ما كان معه يسوع. قال له ما كنت معي مصطاد. وشباك وليل يعني يسوع. 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 يسوع هو الدخيل. معقول لكميلاد بهيدي هون الدخيل. يا شادي يا الله. بالخبريه هون الدخيل. شادي انقذهم. يسوع دخيل. لا لا انا متكل. هل ممكن انسان عم بحضر اسئله يعمل يسوع انتري؟ شادي ما كثير تتكل. انا متكل على لا لا يسوع. يسوع انتري. صاروا ميلاد وصح. يسوع ليش؟ لانه ما كان هلا مثل ما نحن حللناها انه لما بطرس كان بده يصطاد وما كان معه قال له ما اصطادت شيء. كان نايم. ما كان يسوع معهم. بلا لما وعي قال له هلا رح نترككم بخلافاتكم نحن رايحين على شيء ثاني. لا لا يسوع ما كان معه. خلص قال له لما اصطاد شيء. ميلاد ارحموا انتم فريق الرحمة. مزبوط اللي قلته مزبوط وانا باخذه. خلص اوكي. خلص وما عرفنا ليش بس اوكي ربحنا. لا لانه يسوع ما كان مع بطرس عندما لم يصطاد شيء. تعبنا الليله كلها ولم نصطاد شيئا. مزبوط رح نرجع لعندكم. تفضلوا بس بليز هالمره ركزوا ليكون المربعات فتحت قدامكم. عندنا بعد ا سي او. يلا لنشوف. سيس. اول شيء افتحي سي بعدين نقوا سيس. ترنيمه وسيس. املا الفراغ. تفضلوا اذا بتسمعوا بسرعه. يلا سيس. سيس. املا الفراغ. املا الفراغ. املا الفراغ كمان لكم. قال يسوع لبطرس انسحب ورائي يا فانت لي حجر. عسرة. حجر عسرة. حجر عسرة. إيه بس لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار شيطان. شيطان. شيطان بالمبنى. قال يسوع لبطرس انسحب ورائي يا قليل الإيمان. قليل الإيمان. في عندي كلمة مش اثنين. مرائي. يا مرائي. لا مش مرائي. بطرس مش مرائي. يا مرائي. يا مرائي. شفت أنت قلت مرائي. أنا عم بخش كلمتك. يا مرائي فأنت لي حجر عسرة. صحيح. قال يسوع لبطرس انسحب ورائي يا معرفته فأنت لي حجر عسرة. صحيح لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار الشيطان. الشيطان كان لازم تيجي فوق وتحت كان لازم تيجي بشر. رح أرجع عيد الجملة. عرفتوا وحدة ثلاث علامات بس أو سوري رح تاخدوا علامة وحدة. هيدي على خمسة رح تاخدوا علامة. قال يسوع لبطرس اسمعوا الآية بليز انسحب ورائي شيطان فأنت لي حجر عسرة لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر. مسار سؤال سريع. ليش قال له لبطرس انسحب ورائي يا شيطان؟ غريبه هي شوي القصه. انه يا بطرس كان يسوع بعده عم بيقول له انت صخر وعلى هذا الصخر ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها. شوي وراها دغري بيقول له ورائي يا شيطان لانه بطرس اجى قال له ليسوع اسمع مني وخلينا نعملك ملك خلينا نحن نمشي وانت امشي ورانا. بيقول له يسوع أنت شيطان ورائي تمشي ورائي لأنه عارفين ما معنى الشيطان. كل مرة نحن بدنا ناخد بعين الاعتبار منطق بشري فقط ما في منطق إلهي. هيدا أفكار بشر يعني أفكار شيطانية. بيسوى هيدا تريحنا شوي حاجة خايفين من الشيطان. كل مرة في أفكار منطقية بشرية صرفة
بعيدا عن منطق الله نحن شياطين. حلو، يعني الشيطان عينه بعدين رئيس. إيه؟ بس اجت كلمه البشر بعدين. طب ايه شيطان، لان افكارك ليست أفكار من الله بل افكار بشر. يعني ما صار انه فينا نفهم منيك انه بعدين هيدا الشيطان عمله رئيس كنيسه. ايه مهضومي القصه ابونا، لانه سالني اياها تلميذ. اه كمان بالزمانين. لا التلميذ اذكى مني او مثلي، بفكر مثلي. إيه قال لي غريب. تلميذ كان عم يلعبوا له بعقلاته كنيسه الشيطان. اه واجا وقف قدام رفقاته وقال لهم الشيطان هو رئيس الكنيسه، لانه يسوع قال له لبطرس انت رئيس الكنيسه وانت شيطان ورائي شيطان. يا عيني. لانه بنقرا على ذوقنا، اكيد حدا قايل له هيك. بينما الوقت اللي عم بيقوله يسوع انت لا يمكنك ان تكون مسؤولا الا اذا كنت ورائي، يعني عم تمشي على المنطق اللي انا بمشي فيه على خطواتي ورائي حامل صليب. حلو، ميرسي مسار، ثانك يو. سؤال اي كمان، ضعوا الخلاص وتقلدوا الروح الذي هو الله. ضعوا، مار بولس بقول شو بتحطوا عروسكم؟ خوذة. خوذة. خوذة الخلاص وتقلدوا سيف. سيف. سيف، سيف الروح الذي هو الله، الذي هو روح الله. روح الله. الذي هو كلام الله. كلام الله. كلام الله. رح ناخذ ثلاث علامات من اصل خمسة، فإذا ثلاث علامات وفوق كان عندنا علامة صاروا أربع علامات بهذه الفقرة. ميرسي، برافو. بعد عنا مربعين اللي هن أكيد آخر مربع. آخر مربعين تفضلوا. عنا السي والأو وعنا الأ والسانك. تفضلوا. الأ سي أو. شوف خذوا أول شيء، افتحوا أول شيء سي أو أو. سي. لحظة لحظة لحظة، نفتح السي بعدين نتقرر. ترنيمة، بدك أ ولا سانك تحت؟ سانك. سانك. سي ترنيمة وسانك ترنيمة. برافو، نسمع الترنيمة. رح نسمع غسان راندا، انتبهوا لي. رح نسمع فاصلة موسيقية، ايه 3 4 5 مزور حسب كرمه لباتريك. يا امل بالسلام. لا كثير كريم، رجعتينا بلي كرم كثير. آه أنا عرفتها. للعذراء؟ هيدي شي من نص ترتيلي. للعذراء؟ لا من نص ترتيلي. أنتوا ما تحكوا من أولها ولو كتير صعبة. رح بقولها أنا، يعني خلص بق البحصة. زدنا شوي تنساعدها. ما رح يعرفوها. أنت الذي يعرف. أنت الذي يعرف. ليك غسان عم تدور براسي بس ما عم بتذكر الكلمات. غسان استفين كان ناطرك تبقي ولو تيزقف لي. ليقوم يسقف. تيزقف. أنا هيدا حسيته ما بعرف. لأنه هون مش عم تطلع. بس بقت. الجيل الخامس العاشر بعد المسيح بدك يعرف أنت الذي يعرف. أقصى درجات صغري أستاذ إلي تفضلوا. أنت الذي يعرف أقصى درجاتي صغاري، وأنت لا تخاف أن تنزل علي وتنحني. تعال إلى الثاني كمان هو عند باتريك، وباتريك بدك ترحمهم او ما بدك ترحمهم؟ الاصل بين ايديك القصه. من الاول ارحمنا. من الاول فيك ترحمهم. اخ. قول الي باتريك تفضل. تعال يا روح الله
عجبني. حبيت عم رد لها اياها. حلو التسامح، حلو العطاء يا ابو. ردلك الكادو، ردلك الكادو. انا كنت بعدني عم بتحذر ميلاد. ثانك يو دير، ثانك يو ميلاد. يو ميد، يعني لك سبق الفضل معنا. ميرسي، برافو لكم. وبتاخذوا 10 علامات وبنسمع التتيري من رابط الماء. وبدها ياس ميلاد عم بترد جميل انت. لا قلت له ميرسي يا عمي، ما بنخليش علينا. حلوه الروح الرياضيه مسار. شو بدي اقول انا؟ بدي اقعد اقول مالق عليك هيك فريقين ابونا؟ حب يرد لها اياها انه برافو ميلاد، برافو برافو. الي تفضل. ميلاد عن جديد، صح وخطا عندكم؟ اذا عرفتوا هالسؤالين كمان بتاخذوا 10 علامات. وبعد شوي رح نشوف قدامنا، لانه ما بقى في غير سؤال واحد، رح نشوف قدامنا العلامات اللي وصلت. صح او خطا لكم. سحر، يلا هذه الي. ولد يسوع في بيت لحم التي تعني بيت الخبز، صح ام خطا؟ صح. صح اكيد. صح أكيد. بيت الخبز. اي بيت لحم يعني خبز، بيت مرقوق ولا خبز صاج ولا اثنيناتهم؟ اثنيناتهم. بيت الخبز، بيت لحم. بيت الخبز، بيت لحم. لحمود ديل خبز، صحيح. بيت الخبز، برافو. زكريا بي يوحنا المعمدان، مزبوط. بشره الملاك ميخائيل، صح ام خطا؟ جبرائيل. 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 ميخائيل. جبرائيل. لا ما ميخائيل اجى رئيس الملائكه. جبرائيل. ما هن اثنين بس ملائكه. شو يعني جبرائيل؟ جبرائيل يعني شو يعني دخل جبرائيل؟ يعني مش إيل يعني، إيل يعني الله. الله. جبرائيل يعني جبروت، جبروت. قوة الله. قوة الله، جبروت الله، برافو. إيه أكيد. وميخائيل معناتها من، من مثل، مثل الله. الله. من مثل الله، ميخائيل. فإذا جوابين صح، 10 علامات، والعلامات تقريبا اللي بعد ما صرنا رح نشوفهم بعد لحظات. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. ربحونا. لا بليز. اوكي. الرحمة الإلهية 97 نقطة، والكلمة 90 قلبت القصة بالمعلومات العامة. يس 97 مبسوطين. يس يس 90 الكلمة 90. شو صار؟ مع مع الكادو هيدا، الكادو اللي ردلك فيه حتى ما تقولي انه والله. 97 رحمة الإلهية، برافو. بس بعد ما خلصنا، أول شيء بدي أخذ منكم كلمة إذا بتسمح. شادي، الثورة بحياتك وخاصة كمسيحي شو بتقول لك؟ تفضل. أنا بشوف إنه الثورة لازم يسبقها عقل، يعني خطة. نعم. لأنه ثورة هيك بس لمجرد ثورة نهايتها الفشل أو نهايتها أسوأ من اللي أنت فيه. فالثورة بدها وعي، يعني مش هيك ساعة اللي بيطلع على بالك تقوم تعمل ثورة. بدك تعرف وين رايح. سحر، انت ثورجيه كثير على التلفزيون، ما بعرف النبض تبعك نبض شو، ما بعرف اذا اخذ مني ولا اخذ من حدا تاني، بس نبضك بحبه. هل نبضك من نبض الشارع؟ انت ثورتك اي نوع من الثوره هلا عم تعيش كمسيحيه؟ يعني انا كمسيحيه دائما عندي ثوره داخليه، كل شيء بشوفه قدامي بلبنان بخليني صور للاسف،
في ثورة عن ثورة بتفرق أكيد، بس كل شيء عم شوفه بخليني صور، بكفي منظر الزبالة، بكفي الشباب يلي بينزلوا على الساحة وما بيطلع بإيدهم شيء، بكفي البنت المرأة يلي عم تبكي على بنتها ما فيها تفوتها على المدرسة، هيدا كله بيشكل لي ثورة من جوا وعن جد بيشكل لي غضب. ما بعرف إذا لازم نغضب لما بيكون في ثورة أو لازم نسكت، لأنه بلدها الثورة لا بتقدم ولا بتأخر. ميلاد، السؤال إلك، قديش في ملفات اليوم انطمست تيحكوا عن ملف واحد اللي هو مرات بصير الزبالة، مرات بصير النفط، مرات بصير رئيس الجمهورية، وفي ملفات يعني حقائب وزارية كلها مهمشة، كلها مطوية، ملفات مسكرة، شو بقلك هيدا الشيء؟ أبونا أنا يمكن فاجئك بجوابي، بس أنا بعتبر إنه الزبالة اللي طلعت لبرا كانت موجودة جوا. أنا ضد كل ثورات يلي منعمل فيها ضحية. نحن شعب عشنا كأنه ضحية وحاطين الجلاد ومنرجع من نعمل له ورشيبينج مثل ما نعبد الله، منعبد الجلاد ومنبخره. أنا برأيي نحن إذا بدك تقول كمسيحيين، إذا ارتضينا نمشي نكون مثل المسيح، ما في ثورة إلا الحب، لأنه نحن من جوا صار سكننا زبالة، بطلنا عم نطلع لبرا حب. هيدي بكل بساطة، قبل ما أحكي لا عن الزعماء ولا عن مين، وأنا يمكن أنا عندي تفكير مختلف جدا عن الثورة، بلا ما نعيش دور الضحية ونقول هودي عملوا فينا وهو عملوا فينا، هو نحن جبناهن ونحن طبخنا السم وهلا نحن عم ناكله. بدك ثورة، بدك تتبع كتابك المقدس اللي بيقول لك إنه أنت على اسم المسيح ما لازم تعطي إلا محبة وبتشوف الفرق. إذا بدك تعطي شيء تاني بدك تلاقي فرق تاني، أعطيه محبة مثل ما قال لك المسيح وشوف شو فيك تعمل بالعالم. بتعرفوا بشكر الله عليكم، سمعت منكم كتير إشياء حلوة اليوم، بس أنا عم بتفاجئني كتير رسمة غسان، ويا ريت غسان تاخد المايك تبعك عم بتفاجئني، يعني كنت عم بتقلي بدي أعمل ثورة بالألوان ورح تفاجئك. صحيح. فاجأتني فعلا، يا ريت عن جد هيك بتشرح لنا إياها. تفضل ليك أبونا، يلي قلته أنه هي ثورة رح تكون ثورة روحية. نعم. فالثورة الروحية هي ثورة محبة، هي ثورة بتبلش من فوق. يعني اللي حبيت فرجيه أنه هذا النور القوي يلي موجود، يلي عم يبعث هذا الحمام السلام، يلي هذه الثورة الروحية الحقيقية يلي نحن لازم نفهمها. هذه السفينة يلي موجودة هي السفينة يلي الناس رايحين فيها باتجاه هذه الثورة. بدي أقول فيها أنه الكنيسة هي سفينة، ونحن لازم نعبر بواسطة أو نبحر إذا بدك بهذه السفينة تنوصل للمطرح الحقيقي يلي هو الثورة الحقيقية يلي هي ثورة المحبة وثورة الحب. يعني مثل ما قالوا ضيوفنا، بضيف عليهم من خلال ألواني نفس الإطار يلي نحكى فيه، بس عم بحكي فيه بألواني، هذا الفرق. حبيت كثير اللي عملته، برافو. ثانك يو غسان. هالوقت كان وقت عن جد مع ريشتك كثير عاصف، وان شاء الله ما تهب العاصفه لانه هيدي شخطوره كثير صغيره. العواصف بلبنان اذا هبت بدها تايتانيك وبتصور مرحله. يا غسان، اخر لعبه اوريكا، خذوا الاناجيل اذا بتسمحوا من قدامكم بسرعه كثير. أوريكا، أول شيء بدكم تفتحوا إنجيلكم على إنجيل يوحنا، بس بتعدل النتيجة، يعني فين يرجعوا هني يربحوا؟ ممكن، مشان هيك بدكم تربحوا هلأ هيدي اللعبة. آخر لعبة الأوريكا، إنجيل يوحنا، ما بتعرفوا الآية وما بتعرفوا أكيد أي فصل. أوكي. بدي الفصل والآية، وبليز إذا عندكم بمعلوماتكم يمكن شيء، يمكن هيك إنه والله هيدي بالفصل كذا، لا أنا بدي الفصل وبدي الآية وتقروا لي إياها لأنه قدامكم. فتحتوا إنجيل يوحنا، مستعدين؟ إنجيل يوحنا مفتوح قدامكم. أنا هو خبز الحياة، من جاء إلي لا يجوع أبدا. أنا فصل 6 الآية 35. رجع إلي فصل 6 35، أنا هو خبز الحياة. برافو برافو. لا ما إلي بالفضل أبونا، فتحت طلعت لا قدامي. بس أنا قلت، بتعرف شو قلت مسار؟ قلت أكيد الفريق، يعني اللي قدامنا فريق الكلمة كله نعوينات طلع فيه، والخط صغير ما رح يلاقوا. أنا هو الشباب هون رح يحلوا. الآية الثانية وآخر آية بليز هي اللي بتحدد مين الربحان. بتصور صاروا العلامات كتير قلاب. افتحوا إنجيل لوقا. إنجيل لوقا بسرعة. آخر آية رح تحدد مين اللي رح يربح. عطوني العلامات بليز، بس حتى أقول للمشاهدين قدي صاروا العلامات. نحن بالإنجيل لوقا
معنا فريق الرحمة الإلهية 97 والكلمة 100 ثلاث علامات. وهلا الآية اللي هي بتحسم شو يا نوار رؤشوا آية بتحسم هيدي المرحلة وكل اللعبة ومننهي فيها. لوقا الفصل والآية: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض أحدهما ويحب الآخر. ما بيقدر واحد يخدم سيدين. أي حي بدي إنجيل لوقا الفصل. لأنه إما أن يبغض أحدهما ويحب الآخر. إنجيل لوقا الفصل بسرعة. كثير صعبة أبونا. لا من إن السيدين الله والمال. الله والمال. فإذا فتشوا الله والمال لا يقدر أحد أن يخدم سيدين الله والمال لأنه إما أن يبغض أحدهما ويحب الآخر. اللي بيلاقيها بده يقول أريكا على صوت عالي. مش عم بتذكر وينه. أريكا تفضل. فصل 16. فصل 16 الآية 13. الآية 13. برافو شادي. برافو برافو برافو. وأخيرا يعني شادي بعدين بخبرك. برافو نشكر الله. صح وتذكرت الوكيل الخائن كان ميلاد. مبروك. الله يبارك بعمرك. نشكر الله. الرحمة الإلهية. ثانك يو. برافو. وأخيرا أنا بنهاية هالحلقة حقيقة بحب أشكركم لأنه أعطيتونا من وقتكم وأعطيتونا من حبكم. ميرسي على حضوركم الليلة فريقين الكلمة برافو والثورة اللي كنتوا برافو. يعني آخر شيء طلعنا العلامات هلأ برجع بقولها بالآخر. بس بدي أقول شكرا للرحمة الإلهية بتنتقلوا معنا على الدور كمان متقدم الربع النهائي. بدي أشكر بايبل سوسايتي والكتاب المقدس اللي قدامكم كمان هو هدية منه بليز. خاصة فريق الربحين بدكم تبلشوا تقروا وانتوا أكيد ما خسرتوا لأنه اللي بيربح الكتاب المقدس هذا أجمل هدية بالحياة. وبدي أقول شغلة لكل اللي عم بيسمعونا: الكتاب المقدس هو الشيء الوحيد اللي بيتقدم كدو بدون ما يتجلد وبدون ما ينلف بكدو لأنه هو الكدو حقيقة بتحب تقدموه لأولادكم. شكرا بايبل سوسايتي. شكرا لجيت واي على السفرة اللي حضرت لنا إياها ورح تكون رائعة جدا بكرة. تابعونا تتعرفوا وين رايحين بهيدا الموسم. بدي أشكر كالي على التروفيات اللي رح نقدمهم هلأ بس مش للفريق الربحان رح نقدمهم للفريق الخص. حلو حلو لأنكم ربحتوا رح تربحوا تروفي جيل الإنجيل. تعالوا بالبيت قولوا نحن اشتركنا. بدي أشكر مكتبة ماضي. بدي أشكر بودي دي بالديزاينر. وبدي أشكر غسان على هاللوحة الرائعة والباند الرائعة اللي هني سير باسمة ثانك يو. مخرجنا الرهيب برونو ثانك يو. بدي أشكر كمان رالف وكل الأشخاص اللي كانوا معنا وخاصة ضيفتنا اليوم كانت جوزيان الزير. بدي أعطيكم موعد الأسبوع الجاي مع حلقة كمان شيقة. وبدي أقولكم حقيقة حلو اليوم نبلش نقول نعم للثورة ولكن مثل ما سمعتوها من ضيوفنا ثورة المحبة وانتفاضة المحبة هي أهم الثورات اللي نحن مفترض أنه نبلش نعيشها. ولكن مثل ما قالت كمان سير باسمة كتير مهم نعرف نغضب وكتير مهم نعرف نطالب وكتير مهم نعرف نقلب الميدة ميدة الصيارفة وقت اللي لازم نقلبها لأنه حقيقة في ناس ما عم بتحس أنه في ناس تعرف تقلب المواد. بدنا نقول له نحن بنعرف نقلب الميدة ساعة البدنة. ثانك يو على حضوركم. ميرسي سير باسمة على كل شيء. الله معكم. Merci. Merci, merci abonné. Merci, merci, we'll be right back.
نحادة لأنه بي كمان نحاد بس عم نحكي الرسم الديني فبوجه لها تحية وبقول لها الله يطول بعمرها ويخلي لي أهلي كمان. الله يبارككم. نحن فإذا بالحلقة خدنا الوجه المسيحي عندكم، بشكركم على البصمة المسيحية تبعيتكم. صار باسمة بطريقة كتير مقتضبة بعد معنا أنجا دقيقة، المرة الجاية إن الله راد رح نكمل سفر التكوين القسم الثاني. نعم. يا ريت المشاهدين يقروا شوي من الفصل 25 للآخر. نعم. يقرأ حتى هني وعم نسأل الأسئلة يسبقونا بالأجوبة. حلو. وإن الله راد مرة الجاية رح ناخد إنجيل متى. مرسي للباند، مرسي لكم لحضوركم إخوتنا. شارل تانكيو، كارولين مرسي. نحن سمعناكم بهيك مداخلة مسيحية، وأصلا رح تكونوا معنا بالمرحلة الثانية، وهلأ رح نقدم لكم التروفيات خاصة لإخوتنا اللي خسروا. هيك تضلكم تتذكرونا، بس على شرط بدي وعد منكم إنه بليز نحن ما خسرنا، نحن ربحنا مع يسوع، وخاصة ربحتوا الكتاب المقدس، فبليز بلشوا قروا.